بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحقي من ارض الممنوعات، معرض غصن الزيتون. زي ما عرضنا ووفينا النهارده، زي ما احنا عرضنا العربيه موديل 2023 وقلنا سعرها 199000 جنيه في العرض بتاعنا، عربيه موديل 2023 فيها رخصه سنه من الزيرو مع صاحبها، ماشيه 43000 كيلو في العداد، عرضنا وقلنا انها ب 199000 جنيه. النهارده الحمد لله وفينا مع الناس وسلمناها ب 199000 جنيه. 199000 جنيه انت النهارده ممكن ما تعرفش تشتري بيهم 2009 من اي مكان، انما تقدر تشتري بيهم النهارده عربيه موديل 2023 كسر زيرو من ارض الممنوعات، معرض غصن الزيتون. الحمد لله عنوان المصداقيه معرض غصن الزيتون، زي ما عرضنا وفينا مع الناس ب 199000 جنيه موديل 2023، حته من الممنوعات. انت كمان تقدر تتحرك من مكانك في عروضنا اللي جايه ان شاء الله، اول ما تلاقي العرض تجهز شنطه فلوسك وتتحرك علينا على طول، لان الفرص ما بتجيش كل يوم. الاسطى بقى محمد بكابوزا، خدت بالك اللي مشرفنا النهارده، اللي فحص العربيه خدت لك وكشف عليها النهارده، حابين برضو نعرف رايه في العربيه ورايه خدت لك في المعامله بتاعت الناس اللي موجوده داخل المعرض. اول حاجه، ايه رايك في المعامله بتاعت الناس اللي موجوده داخل المعرض؟ 100 والله 100 وتمام، المعامله حلوه. انا ما كنتش مصدق اساسا ان هي بالسعر ده العربيه، لولا ما جيت كتبنا العقد وخدنا العربيه. كشفت على العربيه؟ كشفنا العربيه كلها بالصلاه على النبي. لقيتها كويسه الحمد لله. الله اكبر عليها. موديل 2023؟ 2023 ب 199، ما كنتش مصدق بالعرض ده اصلا. تمام قوي. الحمد لله. فعلا في عين وفي مصداقيه في الكلام. دفعنا 199 والله وخدنا العربيه فعلا. تمام قوي.